الله يعطيك العافية، شكرا لكم وشكرا للمشاهدين. على بس مسامحك. بداية نحن دخلنا العام الثاني من الاحتجاجات السلمية، هذه الاحتجاجات المطالبة بالتغيير السياسي وليس بمحروقات ولا بغاز ولا بخدمات. طبعا هذه جزء أساسي من حياة الشعب السوري ومن معاناته اللي صحيح. عانيها كل فئات الشعب السوري بكل المحافظات. احتجاجاتنا ومظاهراتنا هي مظاهرات ذات طابع سياسي، وطالبت بإسقاط النظام والتغيير السياسي والانتقال والقرار الدولية وكل الأمور السياسية. هي الخدمية هي مرتبطة، نحن لم نقم ضد الحكومة ولا ضد قرارات الحكومة، نحن نريد إسقاط نظام بكل رموزه ومرتكزاته، لأنه هو الأساس بالفساد والاستبداد وعدم تقديم الخدمات للشعب السوري بكل فئاته وبكل مناطقه وبكل محافظاته. نحن مستمرون بهذا الحراك، نحن بدأنا بالعام الثاني مظاهرات بشكل يومي، احتجاجات سلمية، احتجاجات مدنية، احتجاجات مطالبة بالتغيير السياسي، احتجاجات مطالبة بدولة علمانية، دولة المواطنة لكل السوريين بكل تفاصيل الحياة بكل مناطق من الشمال السوري حتى الجنوب السوري. نعم أستاذ صالح، يعني سياسة النفس الطويل لنقل التي تبعتها الحكومة السورية مع هذه الاحتجاجات، أيضا التضييق على مدينة السويداء من خلال منع المساعدات، وأيضا التضييق عليها في مختلف الخدمات والمساعدات الإنسانية وتزويدها بالوقود، كل هذه الأمور وأيضا التهميش التي اتبعته تهميش هذه المظاهرات، إلى أي مدى حتى الآن لم تؤثر على مسار هذا الحراك، وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر في الأيام القادمة؟ نحن يعني صحيح النظام دائما بيلعب على نفس الطويل بالسياسه الدوليه والمحليه والاقليميه، ولكن الشعب نفسه اطول ونحن مستمرين بهذا، وحتى لو ما كان نفسه بس انا بدي حابب اوضح نقطه، معلش يعني تعبت تتكرر بالحديث. هذه المطالب الشعبيه هي مطالب الشعب السوري، النظام لم يضيق على السويداء حصرا، النظام يضيق على كل الشعب السوري، الشعب السوري لم يقم، شعب السويداء لم يقم من اجل التضييق بهذه الامور. خلينا تكون الامور واضحه، نحن قمنا بثوره حريه وكرامه وليس من اجل المطالب. العوز الاقتصادي الموجود بكل مناطق الشعب السوري، بكل المناطق سواء المسيطر عليها النظام واللي خارج سيطره النظام، بمناطق حكومات الامر الواقع او بمناطق النظام. نحن مصرين ونفسنا طويل ومستمرين ومستمرين ومستمرين، نحن مطالبين بالتغيير السياسي وبتطبيق القرارات الدولية 2254 والقرارات المرتبطة بها. نحن مطالبنا سياسية وليس خدمية. معاناة الشعب السوري معاناة بكل، وقد تكون هناك بعض الخدمات بالسويداء أفضل منها بغير المحافظات. نحن ثورتنا ثورة سياسية، ثورة سياسية وليس ثورة مطلبية، والمطالب تأتي ضمن الخط السياسي. من يصلح السياسة يصلح كل شيء. نحن تعلمنا الاقتصاد السياسي، بدون سياسة لا يوجد اقتصاد، وبدون اقتصاد لا يوجد سياسة. لنخرج من معادلة أن هناك خدمات هنا. نحن نفسنا طويل، الحكومة والنظام، النظام وليس الحكومة، الحكومة لا حول ولا قوة، لا رئيس الوزراء ولا الوزير ولا أي حدا بيقوم دور بهالموضوع، في منظومة حكم أمنية هي المسيطرة على البلد. ليش عم نركز على هذا الموضوع لو تكررت؟ شكرا. شكرا لك كمان. سؤال أخير لو تسمح لي أستاذ صالح، يعني هذا الحراك، هذه الاحتجاجات صراحة أثبتت صمودها في ظل كل ما ذكرته من التضييقات التي تمارس على الشعب السوري عموما ومنطقة يعني محافظة السويداء بشكل خاص. هل برأيك من الممكن أن تمتد هذه الاحتجاجات في العام الثاني لها من خلال استمراريتها، من خلال صمودها، لبقية المحافظات أيضا؟ نحن هذا نتمنى أن تعم المظاهرات وتعود الثورة من جديد، لكن هناك ظروف نحن نقدرها والشعب السوري يقدرها. نحن في تواصلات مع كل المحافظات وكل المناطق بسوريا عم تشد من أزمة انتفاضة السويداء، لكن نحن نتيجة الظروف والقتل والدمار والتهجير اللي تمت، نصف الشعب السوري مهجر خارج مناطقه، الحالة الاقتصادية السيئة اللي كل هذا عم بيمنع الأبناء سوريا أنه يكون في توسيع للحراك. ولنكن واقعيين، لا نريد أن نحمل السويداء عبء التغيير السياسي بأكمله. هذا مرتبط بالقرارات الدولية وبالتوافقات الدولية، وإذا توافق الدول النظام والمعارضة سينفذون ما يتم التوافق عليه. للأسف نحن كنا بالبداية نسعى إلى حل سوري سوري، لكن الآن نحن مرتبطون بالأجندات والتوافقات الإقليمية والدولية، سيفرضون الحل على النظام قبل المعارضة.
نتمنى الخلاص للشعب السوري، نحن نتمنى الانتقال والحفاظ على ما تبقى من سوريا، والعمل على سوريا موحدة بكل أطيافها، نعم، بكل إثنياتها، بكل قومياتها. جزيل الشكر لهذه المداخلة معنا من السويداء صالح سيطان النبواني ناشط سياسي.